أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا بنار كويت أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا نار كويت بيكفي هالجرح تجريح من حق المقهور مثل ما قلت لك بدي اجيب الاولاد يسكنوا معنا هون. لا عم تمزح. طلعي بوشي منيح، هذا لوش عم يمزح؟ انت شو قصتك عصام؟ قلي اياها بالمشرمحي، قلي انه انقطع الود بيني وبينك وما بقي غير الطلاق. بدك نطلق؟ انا ما عندي مانع، من بكره بنزل على المحكمه، بس ما ببريك سعري بسعر مرتك الاولانيه، بتدفع لي متقدمه ومتاخره وبتطلع من البيت، لاني انا الزوجه وانا احق فيه، وقت اللي بياخذ نص حقه. شو هاد لك اميره؟ عم تهتسي بالطلاق حتى مجهزي حالك وحاسب حسابك؟ لكن بدك تجيب ولادك يقعدوا فوق راسي؟ لا انا بطيقهم ولا هن بيطيقوني؟ بدك اياهم تطلق؟ لك هذا اللي طلع معك؟ هذا اللي بدك اياه انت، وعمايلك اللي عم تعمل عم بتقول هالشي، مو انا. طيب انت سالتيني ليش بدي اجيب الولاد ليعيشوا معنا هون؟ ما بسألك لأني رافضة الفكرة من أساسها، وهذا الشيء أنا وياك نهينه قبل الزواج، ولا اللي ما بيناسبك بتنساه؟ لك أنا اللي بيناسبني إنه نعيش مع بعض طول العمر. من لك هالدفى هاد؟ ولك أنا ما تزوجتك لحتى طلقك يا مجنونة، بعدين أنا ما بدي أقضي عمري أتزوج وطلق، ولما اخترتك اخترتك أنت الثانية والأخيرة، فهمت علي؟ إذا هيك شايفني ليش ما بتراعي شعوري؟ وهلأ أنا عم طالبك إنه أنت تراعي شعوري. هات لشوف، ليش بدك تجيبهم لعنا؟ لك لأنه أمه بدها تتزوج. كيف؟ إيه، عم تعمل نكاية فيني لأني تزوجت. بدها تتزوج. إيه، ومثل ما أنا تزوجت وحدة أصغر مني، بدها تتزوج هي واحد أصغر منها. إيه، تتزوج وتخلي الأولاد عندها. لكن ما بدهم إياها. بدهم إياك؟ لسه ما طرحت عليهم الموضوع. إيه لا تطرحوا عصام، لأني ما حوافق أبداً.
انت طلقتها على اساس يضلوا الاولاد عندها، اذا هي خرجت عن الاتفاق انا ليش لأدفع الثمن؟ اميره الاولاد اذا صفوا لحالهم بيضيعوا، وانا بدي تحس بالذنب تجاههم لاني من الاول ما كان لازم اتركهم واتخلى عنهم. هلا ما عاد يمشي الحال يا عصام، لانه ذنبك مالي مجبوره اتحمله. يا عصام انت بتعرف اذا ابنك سكن عنا شو رح يصير؟ مذابح. انت بتعرف قديش ابنك عنيد وحقودي. لك انا مستعد روضه، مستعد خليه يصير مثل خاتم باصبعتك. مستحيل يتروض وهو بهالسن، بس والله حرام اللي عم يصير فيهم. انت بتقدفن على امهم وامهم بتقدفن على الشارع. مشان هيك عم اقول لك اني حاسس بالذنب. اميره الله يخليكي، هدول لساتهم شباب صغار، يعني اذا ما في مين يحضنهم ويرعاهم بينحرفوا وانا بتبهدل. ووعد مني إليك إذا سامر بيعمل معك شغلي هالقد صغيرة هالقد، أنا مستعد ألعم من البيت وما تشوفيك لعمرك. يعني لو لينا لحالة ممكن. سامر أهم من لينا، أهم بكتير، لأنه سامر شاب بمرحلة كتير خطرة. لينا الأهم لأنه بنت. مشان هيك بدي اثنين يكونوا تحت نظري، دخيلك يا أميرة. حتى تعرف إني مو لئيمة مثل ما دائما أنت بتفكر فيني. لئيمة؟ لك موقفك هذا أنا مستحيل أنسالك يا بكل عمري. إيه لنشوف. وفاء شو بو ابنك هم دفرد همدة؟ والله أنا كمان محتارة بأمره. ما بعرف يعني وضعه مبين كأنه مريض مع أنه ما أنه مريض. دسيت جبينه ما في شي. بابا معقولة تكون نوال بنت عمي هي السبب؟ كيف يعني؟ بابا مو قلتوا لي انه بسام طلب ايد نوال من عمه ايمن؟ معقوله تكون ما وافقت وعمه قال له قام تكركب؟ وارد الحكي. بسام؟ نعم بابا. نسيت اسالك، عمك ابو يزن ما خبرك شيء بخصوص نوال؟ اه. ما انت خطبتها منه وقت اللي كنا بالسيران مع عمك رافت؟ ايه بابا ايه مزبوط. ونوال وافقت؟ لا انا سالته لعمي ولا هو قال لي شيء. يا ماما إذا عمك قايل لك إنه نوال ما بده إياك، قلنا خلينا نفهم. ليش هو حكى لكم شيء؟ أكيد ما قال لك. ولا شفته من هداك اليوم. طيب معقولة ما سألته شو صار معه كل هالوقت؟ نسيت. كان في أمور تانية شغلة بالي. وشو هاي الأمور يلي قلبتك فوقاني تحتاني؟ يا بابا الله يخليكم، تركوني بحالي. شو هاي نتركك بحالك؟ ليش حالك مو من حالنا؟ يا ماما بسام إذا معتبرني أمك عن جد بتحكي شبك. بدك يعني إليك شبني؟ بدك يا ابني، نحن أهلك وأقرب الناس لإلك، إذا ما حكيت لنا قلنا همك، لمين بدك تحكي يعني لنوار؟ أي نوار مسافر. الله يرجعه بالسلامة. بسام ليكون نوار سبب حالتك. يعني ممكن لأنه صار له فترة مريض؟ برضاي عليك يا أمي، احكي شبه نوار؟ نوار طلع معه هداك المرض. يا لطيف الله يكون بعونه. قصدك سرطان بالدم. الله يعين امه، لساته باول شبابه. اولتي واخرتي رح موت، ماني مطول، خليهم يقولوا اني وقعت عن الجبل احسن ما يقولوا انه هيدا بده يجننا اليوم. ليك يا طوني انا حاسس انه نوار منه طبيعي ابدا يا خي، السياره تصرفاته غريبه، وانا بصراحه صرت خايف يصير له شيء ونحن اللي متحمل مسؤوليته.
انه ولا جاب لك سيري عن الشيء اللي زعجه؟ يا خي كل اللي قاله انه ضيق خلقه، جاي يقضي له عنا كم يوم، بده يكذر ويغير جو. ولو هلا اللي ضيق خلقه بضل لوحده، ما عدنا شفناه الا وقت اللي بياكل. الموت حق يا رب، وأنا إذا استعجلت موتي لأني ما عاد أقدر أتحمل، ولا بدي أهلي ينفضحوا. أنا مؤمن إنه الانتحار كفر، إنه جهنم هي سكن، بس مع كل اللي عملته بحياتي حفوت حتى لو ما انتحرت، رغم إني تب. يا رب أنت اللي زرعت القوة والضعف فينا، أنا هلأ أضعف خلقك، إذا حابب تمنعني أكفر مرتين امنعني، امنعني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. ولو يا عباس انت وين اخذنا؟ يعني معقول يكون وصل نهار؟ يا خيي ايه معقول، لانه هو قال لي الصبح انه جاي عباله يطلع على راس الجبل. اي جبل هيدا؟ لو شو بك يا توني، معقول يطلع على هداك الجبل؟ اكيد هيدا. ما هين على راس الجبل، وين هو دخلك؟ معناته على هداك الجبل. يا خيي معقول، هو اخوته بيعملها. يوسف. نعم. تعال وشوف. لا انت حدا مصدق علي؟ ليه عمو نزار؟ اي والله ظريفه، بس انت ما دخلت لقلبك، شو اعمل يعني؟ بعدين عدم المؤاخذه ما كان لازم تكشر بوشها وبوش ابوها. ها شو لازم كان اساوي؟ الضحك يعني؟ يا عمو انت رايح على بيتك وانا حاصفه هون، يعني وشي بوش ابوها طول النهار، حيلومني الي مقلق. يلومك سيدي شو بصير يعني؟ يا ابن حارته وجاره من 30 سنه. ان شاء الله يكون من 50 سنه كمان، لكن انا اوعى بهالجوره هي مشان حضرته ما يزعل. بيني وبينك ابو نزار انت استعجلت، البنت حلوه كثير. يا حلو وبرك، هي حلوه هي عصايه طقي ما في عليها كيلو لحم، وانت حضرتك ما بتعرف تنقي لي غير يا وحده برميل يا وحده مثل العصايه. لك يا بني ادم ما سمعت بشيء اسمه وسط؟ نقي وحده وسط وتكون كربوجه. ابي زمتي انه هي اللي ورجتنا اياها حوله. لا عمو ابو نزار، هذا ما بسموه حول، هذا بسموه حور. حور حول حور يا حوره، يعني ما بعرف انا افرق بين الحور والحول. وطي صوتك، هلا الناس بتسمعنا. ذات الحق عليكي انت يا عم يوسف. وانا شو دخلني؟ هو اللي عم يشوف لك مو انا. من اليوم رايح انا ما رح اشوف، امك اللي رح تشوف. وحضرتك انا مستغني عن خدماتك لبين ما تلاقي طلبي. معقوله تستغني عني يا ابو نزار؟ طبعا، لانه في شيء مهم وفي شيء اهم. هلا انا ما عدت الاهم؟ لا مو هيك قصدي، انا قصدي يعني مشان ما نتعبه ليوسف، منه انت بترتاحي بالشغل وبتقعدي مع اولاده ومع مرته. مثل ما بدك. اوكي خلصنا هلا، اذا زعلتي خلص بلاها. خلص انا ماني مستغني عنك ابدا، بس انت اذا بتلاقي لي مره ثانيه وحده مثل هاي بدي لبسك اياها. انا متزوج. واذا كان الشرع بيسمح لك تاخذ وحده ثانيه. عن اذنك شوي، لك يوسف تعال لك. انت ما بتفهم، ولك انا مليونير لبن العصفور بقدر اجيبه، ولذلك انت. ولو انه شو بك؟ انه في حدا بيوقع هيك وقعه؟ بس تعرف لو ما اجت الشجرة بوجهك كان صرت بسفل الوادي. الله ستر، الله ما بده يعني يموت، ترجيته يمنعني ومنعني. فعلا انكتب لك عمر جديد، نشكر الله على سلامتك. عمر جديد بس قصير، الحمد لله على كل حال. بس انت شو طيلعك على راس الجبل؟ وكيف ما انتبهت انك واقف على الحفة؟ كنت واقف على الحفة وعم بتأمل الوادي، فجأة فتر راسي و ما وعيت إلا وأنا على كتفك. بس شو بدك بالحكي؟ أنت هلكته لطوني، كل الجبل نزول هو حاملك وعم ينقلك من كتف لكتف. ليش من تعلو؟ خفيف ما؟ حتى لو كنت خف الريشة أنا معي وجع ظهر، لهيك ما حملتك عن طوني.
نوار، في مجال تكون صريح معي؟ طبعا صريح وصادق. شوفي، انت كنت ناوي تنتحر شيء؟ كنت ناوي تنتحر؟ طيب ليه؟ كنت يأسان هالدنيا. ولو واحد ابن عز مثلك وشاب اول عمره ويأسان من الدنيا، شو بدهم يقولوا الناس المعطرين بهالدنيا دخلك؟ المهم انه الله فتح لي بصيرتي وانا ما عاد فكر بالموت. لا الله ياخذ امانته بايده. هيدا الحكي اكيد ولا عم تقول هيك حتى تطمنا؟ الله يشهد اني عم بحكي عن قناعه وايمان من جوات قلبي. بتحب اسالك ليش كنت يأسان من الدنيا؟ لا انا خلص طويت الموضوع. على فكره شباب، انا كثير ممنون لطفكم. لطفنا؟ لك يا خيي، صحيح احنا تعرفنا على بعضنا عن طريق الشغل، بس انت صرت حينا من زمان. شو لسه ما نمتي؟ لسه بكير. حبيبتي كيف بكير وبكره عندك مدرسه؟ لا تخاف بفيق. انت بدأنا اللي صار ما؟ تعودنا. بس شغله بدي اسالك اياها. انت ناوي تبيع بيتنا هاد عن جد؟ لازم نبيعه، كون احنا عمليا ما صفينا لا اب فيه ولا ام. ليش نحتفظ فيه اذا هن تركوه وراحوا؟ نحن كمان ما بدنا شي من ريحته. لا سامر، مو لهالدرجه. كيف يعني مو لهالدرجه؟ انا حابه ضل جنب امي. قصدك جنب جوز امك؟ لا، جنب امي. امي ما بتتخلى عني. في ايه يا لينا؟ في ايه يا اختي يا حبيبتي؟ معقول كل اللي صار قدامك وانت لهلا ما اقتنعتي انه حياه امك اهم من حياتك؟ سامر الله يخليك، لا تبيعه. لينا فهميني. انت اللي فهمني. هلا اذا اخذنا بيت لحالنا وبعيد عن هون مثل ما عم تقول، وانت رح تسهر عند رفقاتك، معقول تتركني بالبيت لحالي؟ وقت اللي بدنا ناخذ بيت جديد ما رح اتركك لحالك، حتى وقت بدي روح لعند رفقاتي بدي اخذك معي. ايه رفقاتك شباب. يا ستي ما بعود روح لعندهم، بخليهم هن يجوا لعندي. انتوا اربع شباب وانا بنت، لحالي اقعد معكم بالبيت؟ الله يوفقك اخي. خلص بجيب لك مربيه تقعد عندك، منه مربيه ومنه بتشتغل بالبيت. والمدرسه؟ بنقلك على مدرسه احسن من اللي انت فيها بمئة مره. ورفقاتي ناديه وريهام ولما؟ انت ما بنخاف عليك يا حبيبتي، اي مدرسه بتدخليها بتعملي فيها صداقات، المهم نبعد عن هالعالم. بس كمان هيك ضل زعلان ما بصير، الزعل بيسلي العافيه. بتعرفي عم فكر انه اذا التهب بنت عمه ممكن ينسى رفيقه شوي. كيف يعني؟ يعني نخطب له اياها وبعدين بصير يروح ويجي هو وياها الا ما ينسى رفيقه. طيب ما بدك تعرف بالاول اذا بيعطونا ولا لا؟ وقت الجد بيعطوه، نوال بنت عمه، ومو معقول يعطوها لغريب وبن عمه رايدة. المهم انه هي تكون رايدته كمان، بلكي حببت لها شي حدا تاني. شو هالحكي انت التانية؟ يا سالم هذا الجيل ما بينحزر عليه، إذا بنتنا المتنورة الحاملة شهادة جامعية حطتنا تحت الأمر الواقع. لك يا وفاء، باسمة غير نوال، نوال لا بتفوت ولا بتطلع، قاعدة بهالبيت وحاطة قدام منها مكانة الخياطة وعم تشتغل. بقى من وين بدها تحب وتنحب وتفوت وتطلع؟ بعدين أنت بتعرفي أخي إيمان، عقله متحجر وما بيسمح. لكن ليش ما رد لنا خبر؟ يمكن نسي. على كل حال أنا بروح لعنده وبسأله، شو فيها؟ أخي الأكبر مني. بدك تقول لبسام إنك ما راح أقول له شيء لحتى آخذ الموافقة. كمان طالع تسهر برات البيت لوش الصبح؟ طبعا، مو كل واحد عم يعمل اللي بده اياه بهالبيت. بس انت بتضل ابني طول ما انت ام. بس طالما بطلتي تكوني امي ليش تكون ابنك؟ بدك تشكيني لبابا مرة تانية؟ انت سمعتي وقت اللي قال لي انت خراس يا كلب؟ تعرفي ليش هيك قال؟ لانه معتبرني رجال البيت اللي ما قدرت حافظ عليه. ايحكي عن حاله، ليش هو قدر يحافظ على بيته بالاول؟ تركنا ولحق بسطه. ليش انتي ما حتعاملي مثله؟ خلاص ولا لا ما تمدي ايدك علي الضرب. خلاص انتهى. تصبحي على خير.
يعني الحياة نوار، فيها الحلو وفيها المر، فيها الورد مثل ما فيها الشوك، والواحد منا تعيش حياته صح بده يدور وين الحلو وين الورد ويخليهن حوالي قدر الإمكان. بس الحياة الحلوة مو بهالسهولة، حتى للي الله عطيه. يعني أحيانا شوكة بتبرك جمل، وأحيانا تانية جرثومة ما بتنشاف بالعين ممكن تمحي كل الجمال اللي حواليك. تقصد الصحة نوار؟ طبعا الصحة هي كل شيء، بس نحن يا خيي إذا قصدنا فينا نحافظ على صحتنا. مو دايما. هلا وقت اللي الله سبحانه وتعالى بيبلينا بمرض من عنده شيء، ووقت اللي نحن منجيب المرض لحالنا شيء تاني. شو قصدك؟ قصده اللي بيدير باله على صحته هو أقل الناس اللي بتعرض للمرض، وبينما إذا أهملناها طبيعي الأمراض بدها تاكلنا. أنت بتظن إني أهملت صحتي مشان هيك مرضت؟ لخيل اللي بيسمعك بيقول مش عم تقوم من الفرشة، ما كلنا بنمرض وما في مرض ما له علاج إلا هيداك المرض الله يعافينا. أنو مرض؟ السرطان. ليش والإيدز؟ يه الله يخليك ما تقول هالكلمة. خلينا نرجع لحديثنا عن الحياة وكيف بده الإنسان يتعامل معها لحتى يحبه. هلأ خد مثلا أنا وعباس صحبي كتير ومندور على البسط، بس مش على حساب أخلاقنا ولا على حساب صحتنا. هلأ متفقنا الليلة نضرب محل الصاير؟ لأمتى بنأجلها؟ أخي أنا ما بضرب إلا على المأمن. معقول لهالدرجة خايفين من الحارس؟ ولك يا أخي شي بيخوف، رجال طول وعرض معه مسدس، ما بدك أنا نخاف؟ إيه لك ما نخاف بس مو لهالدرجة. يعني نحن أربعة إذا منجي من وراء نخلع وضرب على رأسه بضل أسبوعنا. لك يا حبيبي هيك شغلة ما بتصير إلا بالأفلام. أنت تركوا أمره علي وأنا بسويه حقيقة مو فيلم. أنت؟ إيه أنتوا ما بتكون ما يكون في حارس يزعجكم؟ ما بتكون تحملوا وتمشوا بدون ما حدا يلبككم؟ أنا بتكفل بالحارس. كيف؟ لك شو كيف؟ هي ضربة واحدة هون وخالص. إيه وبلكي مات. لك شلون بده يموت؟ ضربة عصاية بدها تقتل هيك لوح. والله قد ودودي أبو سمرة. استنى أدهم، شو قصدك سامير؟ شافك بتحمس كتير ومو سائل. ولا رح أسأل، أصلا أنا من زمان لازم أكون معكم. إيه قد ترجيتك؟ كان لسه عندي أمل بالحياة بالناس، بس هلأ ما عادت فرقت معي. معناتها في شي جديد صاير معك. الجديد هو القديم. لك صحيح أبو سمرة، هذا رامز اللي بزمانه عملنا له قتلة، حل عن أمك؟ ايه حل، رح يتزوجوا اليومين. عمو معناتها لازم وقت تاني. وراكم امي دريت انه انتوا اللي ضربتوه، شيلوه من بالكم قبل له تصريفه. ولي امك عرفت؟ لا ايه عرفت بس ما خبرت عنكم، خافت تنجر رجلي معكم بالفلقه. وكيف عرفت انه نحن اللي ضربناه؟ بعد إذنكم يعني أنا جاي عبالي أمشي شوي. إيه أوكي يلا. هيك يا طوني حالته ما بتطمن أبدا، مش لازم نتركه لحاله، خلينا نقوم نشوفه. حاولتك شو بيك يا نوار؟ تحب تروح عند الحكيم؟ لا لا شباب ما فيني شي، هيك متضايق شوي. نوار إذا في شي قل لي. طمنوا يا شباب والله ما فيني شي. يعني مروق؟ الحمد لله
يعني صفي ذهنك ورائد حشيشتك؟ بوجودكم هلأ ما بدنا تجاملنا. صدقوني يا جماعة مو مجاملة، أنا فعلا بحالة منيحة كتير. يعني الحياة بتنعاش ولا بتنترك؟ خلصنا طوني، أنا هداك الموضوع نسيته، وأنا لأني منيح بكرة نازل عالشام. شو هيدي بكرة أبو النور؟ خي أنا هلأ بعمل مشكل هون، ما نحنا اتفقنا تضلك ليوم الخميس. بصراحة شباب وقت حكيت مع بابا اليوم أكد علي إني ما طول. يعني هلأ بيك ما بيعرف إنك بعيد يمينة؟ بيعرف، بس أنا كمان اشتقت لأهلي. لا لا لا، عبكرة ما في سفر، رح نسهرك سهرة من العمر ضل تذكرها طول حياتك. ماشي يلا اتفقنا؟ لك ليش هالأسى؟ انتوا ما بتستحوا؟ سيل؟ ما يكون مات؟ لا تخاف لساته عم يتنفس. اسحبوا له جوا. يلا والله حرارته مرتفعة دس. اعطيني كم مادة مي باردة. اوام اوام خلينا نعطيه خافض حرارة بالاول. حرارته ما كتير مرتفعة. طيب خلينا ناخده على المستشفى. لك ناخده على المستشفى مشان شوية حرارة. يا سالم والله الحرارة بتخوف. حسبي الله ونعم الوكيل، إذا حرارته من هون لنص ساعة ما نزلت بناخده على المستشفى. تحرك اعطيني كم مادات هلا. حرارته فعلا مرتفعة. بسرعة يا وفاء. جيب لي فنجان قهوة بسرعة. بس كأنه ما في حرارة. لأنه عطيناك خافض حرارة وحطينا لك كمادات مي باردة. هلا عم تحكوا جد ولا عم تمزحوا؟ فقت على صريخك الساعة 3 الصبح. صريخي؟ إيه بس لقيتك نايم. أكيد كنت عم تحلم. كنت عم تعنوا حرارتك مرتفعة. يعني الحرارة كانت بالليل ونزلت بالنهار؟ لك يا بابا شبك ليش أصفر لونك؟ طالما الحرارة راحت معنا قصتك عرضية. ما اتصل نوار؟ لا. بدكم شيء؟ أنا رايحة على الشغل. مع السلامة بابا. قادركم. الله معك. الله معك. أوه. شو بابا؟ شو في؟ ما بعرف بس انمغصت. طبعا بدك تنمغص وتسهل كمان طول ما عم تنام مكشف. وفاء عنا دواء ضد الإسهال؟ حرارة ليلية ومغص باقي سالي. قلت لي ثلاثة؟ ثلاثة يلي مرقوا بالشارع وصاروا يضربوا الغلق. ليش في غيرهم؟ هدول الثلاثة سيدي وقت ركضت ناحهم هربوا، بس وقت اكلت الضربة
ما شفت حدا فات على السوق لأنه أكلت الضرب من ورا. أيوة، معناته وقت اللي أنت لحقتهم الرابع فات على السوق، استناك لرجع الدرب ظهرك ضربك. هو هيك سيدي، ونهبوا محل الصايغ وسرقوا مسدسك. مسدس مرخص سيدي، أصحاب المحلات عطوني إياه مرخص. هلأ أنت متأكد أنه كانوا شباب صغار؟ هاي متأكد منها، بس اللي ضربني على راسي ما بعرف إذا كان كبير ولا صغير. ماشي، وقع على أقوالك. يا سيدي صدي سنين عم بحرس بهالسوق، أشي ما راحت منه. روح ارتاح ببيتك، إذا احتجناك رح نبعث وراك. أمرك سيدي، السلام عليكم. كأني لاحظت أنك مو مرتاح له سيدي. تقريبا عندي شعور أنه ممكن يكون متواطئ مع الحرامية. طيب وهالجرح الكبير اللي براسه؟ إذا حقه مليونين ليرة شو يعني؟ أسبوع زمانه بيصير مثل الحصان وبياخد حصته. قصدك سيدي مثل؟ نعم، مثل مسؤول خزنة مدير النفط. على كل حال هلأ رح نخليه تحت المراقبة. طيب وبعدين سيدي؟ وبعدين عم استنى تقرير العقيد أسامة. احتمال يكونوا الشابين اللي كمشهور هنن ورا سرقة المحلات والبيوت. المهم اللي سرقوا محل الصايغ جماعة تاني العامة. يعني إلا ما نمت برات البيت ما؟ ولك أنت ما في براسك نخوة؟ معقول تترك أمك وأختك لحالهم طول الليل؟ ليش خايفة أمي؟ الدنيا كتير أمان، يعني الحمد لله لا في قتالين قتلة ولا في حرامية. وشو شاري من على بكرة الصبح؟ شوية تياب إلي وللينا. كل هدول؟ معقول؟ معقول شاري كل هالتياب؟ يعني طالما في مصاري ليش لا؟ أنت منين عم تجيب كل هالمصاري؟ عم قل له لبابا يعطيني مصاري. عم يعطيني مصاري بابا؟ صحيح، بالمناسبة أنت مصاريكي والصيغة شغلتيهم؟ لسه ما لقيت له مشروع مناسب. إيه ليش العجلة؟ بكرة بتلاقي لهم شي مشروع مناسب أنت ورامز. هذا لإلك ماما. لك يا نوار، حدا بيترك هيك اجواء وبينزل على الشام؟ حبيبي نحن عنا اجواء احلى من عندكم. قديش نزلت على الشام انا؟ هيدا الهوا بحياتي ما شميته فيه. لانك عم تزي على العاصمه، بدك تطلع على بلودان، على الزبداني، على جبال لاذقيه. اصلا الطبيعه تبعنا وتبعكم وحده، وحده حلوه بتاخذ العقل. على كل انا كثير انبسطت انك قررت تبع عنا كم يوم كمان، لانه الهوا عندكم بيطول العمر. لازم حلل. هي طلعت هوية جديدة، مو لازم اطلع لبيروت وحلل. ولك ليش خايف؟ ليش؟ رجع يا نوار، رجع بقى، رجع لشوف شو بدي اعمل. صحيح لساتكم معتمدين على يوم الخميس؟ قصدي عرسكم. سامر انت من امتى بتكرهني؟ بكرهك؟ انا بكرهك؟ انت شو عم تحكي لي؟ انا بكرهك؟ بك انا بكره العالم كله، بس انت لا. انت مو بس بتكرهني ولك انت هلا. فهميني فهميني شغله،
انتو بأنو صار بكن تعملوا العرس؟ بعدين انا واختي لينا عازمينها ان شاء الله ولا لا؟ قلت لك انه ما رح نعمل عرس. لا ليش ما حتعمل عرس؟ حقك امي تعمل عرس؟ شو بابا احسن منك؟ يعني هداك عمل عرسه بالمردين ما شاء الله، انت لازم تعملي عرسك بالشيراتون الشام. وما اقول لك كيف ما كنت حاسس انه قلبك قاسي لهالدرجه؟ لانك ما كنتي قريبه مني. صحي كيف رامز ما بده يعمل عرس وهو اول مره بتزواج؟ من شاني ومشانكن قبل. يا ستي جهم شو بدك بهالحكي؟ ورجال الو ايوه الين بابا خير في شيء؟ مثل ما بدك لا ترجع لينا من مدرستها بخبرها خلاص بابا فهمت ايه الله يسلمك مع السلامة ايه ايه يوسف فهمت عليك انا بس بدي روح شوفها يعني الظهر طيب معقولة واحد يروح يعمل زيارة للجماعة وقت الغداء بعرف فهمت عليك انت بتلاقي انه هي المناسبة يعني هلا طيب طيب خلص الساعة واحدة انا وامك بنكون عندك بالدكان ماشي مع السلامة اما شو اليوسف بده يانا نروح نزور الجماعة الظهر ايش شو عليه بركي الجماعة ما بيقدروا يستقبلونا المساء المهم شو قال لك يا ستي عم بيقول يوسف انه الجماعة ظراف كتير وانه حاسس هالمرة رح تزبط بيني وبينك انا حاسس كمان انه رح تزبط لك انت شو قصتي شو قصتي كل يوم فستان جديد وعم تحلي شو عم تاكلي من الخلطة انو خلطة يعني ال يعني انو خلطة انو خلطة لك خلطة يعني الرز بحليب يعني طيبة وبتحلي هلا خلصنا يمينا مسيرة شو رأيك انت بتتم هاي جوازي قبل راس السنة؟ لسه راس السنة مطول تعرفي شو ام يوسف؟ احلى شيء اذا بيكون عرسي وعرس شامل مع بعضهم كيلو نازل من امبارح لليوم ولي هذا هو مرحبا عمو ليه بابا هون ايه تفضلوا تفضلوا تفضل يا الله شو حلوة هي مشان تحميك من العين حبيبتي بس كتير غالية التياب اللي اشتريت لي اياها وهذا السنسال كمان لك انت اختي اللي ما لي غيري في شي بيغلى عليكي تسلم يعني هلأ بابا عم يستنانا قال عزمنا على الغدا بأحسن مطعم بالبلد انا مشانك قبلت معلش يا سامر بيضل بابا يعني مصرين تعاملوني مثل غريبة كنا مقررين قبل ما نطلع نخبرك مبروكين التياب يبارك فيكي ماما شوفي هالسنسال شو حلو حلو كتير عليك الله يحميكم انتو الاثنين بابا عازمنا على الغداء بتحبي تشرفي معنا سامر ليش هيك زعلتها انت جاهزه لنمشي Thank you.
العروس. بس هالمرة عدلتها معك ما؟ يا ميت أهلا وسهلا، شرفتونا والله. الله يسلمك. أنت عمو بتعرفي إنه أنا العريس؟ طبعا بتعرف. ما تحكي زينب؟ هاي بنتي خجولة شوي. أنت موافقة إنه أنا أكون عريسك يا زينب؟ ويو، وليش ما توافق؟ ليش حتلاقي أحسن منك؟ عفوا معلش، إذا بتسمحي لي أنا حابب أسمع منها. كأنها مو موافقة. لا لا موافقة، نحن حكينا قبل ما تشرفوا. بس أنا قد جدة مو قد أبوها. الرجال منا يا سيد رأفت ما بيعيبوا سنه. تعرف هيك كأنك عم تبيع بنتك؟ شلون؟ لما بتزوجها واحد بعمري معناتها أنت عم تبيعها. لا هيك ما بسمح لك. طول بالك أبو رياض، طالما الزواج بالاتفاق وطالما البنت وأهلها موافقين، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ يبدو أن المشكلة فيك أو بزوجتك، وعهودكم مو مشروبة. هاي بنتكم، هاي مو شركة استثمار بدكم تقتنوا من وراها. تفضل تفضلي. شو عم تحكي يا يوسف؟ لك هذا الزواج مو بيع وشروه؟ اي والله يا ابو نزار، الفقر بيعمل اكثر من هيك. إيه خلصينا بقى، في ناس فقر اكثر من هيك بكثير، بس في عندهم عزه نفس اكثر مني ومنك. لك حدا بيبيع لحمه؟ اي والله. لك يا ولد انت شو اي اللون؟ ولا شيء، مثل ما قلت لي لبن العصفوره بجيب لهم اياه. ها لبن العصفور عجبك خانم؟ معناتها فايتين على طمعة. لك يا يوسف انا ما قلت لك بدي اياها 30 40 وعلى وشها ضو. يا عمو ابو نزار، هلا في وحده بتصل للأربعين وما تزوجت بكون على وشها ضو؟ هلا ما عاد في لا ارامل ولا مطلقات على وشهم ضو، خلاص. بصراحه انا كنت حابب تفرفح شبابك شوي. فرفحك ضريب يخلع رقبتك. ولك يوسف هلا انت لو كان في عندك بنت قدها ولك بتجوزني اياها؟ اعوذ بالله. لكان كيف تقبل عليهم انه يعطوني بنتهم؟ اذا هني قبلانين ومستقتلين انا شو دخلني؟ قصدك امه وابوها المستقتلين. ولك ما شفت شلون حطت راسها بالارض كان عم تقلي ما بدي ما بدي؟ اي والله مزبوط. انت ولا كلمه على نصك، ها كله منك اساسا. يو ليش بقى؟ مو ابنك هو اللي نقاها. وينك يوسف؟ انا غلطت غلطه انه كلفتك بهالموضوع. خلص اخي انسى. خلص عمو خلص، وحياتك الا ما لاقي لك طلبه. عم تحلف بحياتي كمان؟ ولك لا تخليني هلا هون اتعرض لك بالشارع. ها صبية. بس عمر صار رجال. لسه ما صرت. وليش لسه بقى؟ ما شاء الله حولك وحواليك مو ناقصك شيء غير انك تكبر لي عقلك شوي وتاخذ البكالوريا بقى. انا البكالوريا ما عاد بدي اياها. قررت اشتغل. بشو؟ موزع بضائع. بضائع شو؟ الي رفيق ابوه وكيل ادوات مطبخ حديثة وسريعة. بعرض البضاعة على المحلات وعلى البيوت. وإلي نسبة من الأرباح 30%. اوف 30%؟ ايه لكن فكرك هاي التياب اللي لابسينها وفي غيرها كتير كيف اشتريتها؟ بس انا تارك معك مصاري منيح. ما دقرته، انا مصمدهم لوقت الحاجة. بابا برافو عليك، هلأ اطمنت انه ابني صار رجال وصرت حرامي.